اخر سؤال علاء، منو من وجهة نظرك اسطورة البحرين؟ انا عندي اسطوره البحرين ايه طلال وين بتقول لي يوسف طبعا وايد الملك. ما يصير بعد علاء، يعني اسطوره هذا تقولون اسطوره. لا انا طلال عندي اللاعب الشامل في البحرين، يعني افضل لاعب بحريني شامل عندي للامانه، يعني هو اسطوره البحرين؟ اقولها للامانه في كل مقابلاتي دي يسالوني عن افضل لاعب بحريني عندك، انا للامانه عندي سميه الملك يعني طلال يوسف الاسطوره. هو الاسطوره، اسطوره البحرين. زين بالكويت منو اسطوره الكويت؟ بعد واضحه علاء، ايش فيك علاء؟ والله انت بتوهقنا في الكويت، لاعبين الكويت ما شاء الله يعني حاليا يمكن تقدر تقول، يعني انا ما اقدر اهضم حق بشار عبد الله، فرج لهيب، جاسم الهويلي، وحسين الخضري، بس حاليا اتوقع وجهه نظري يمكن بدر المطوع للامانه هو اللي مواصل على مستواه وعطاه في هاي الفتره يعني حاليا، يعني في هو تطلق عليه اسطوره الكويت يعني؟ نعم هو اللي تطلق عليه اسطوره الكويت؟ حاليا اي نعم في هالجيل تقريبا. لا لا انا ما اتكلم عن الجيل يا ابو علاء، انا اتكلم لما نقول عن اسطوره مثلا اسطوره والله البرازيل ناس تقول بيليه، اسطوره الارجنتين ناس تقول مارادونا، ما تقول ميسي. يمكن عندكم اللاعب الكابتن جاسم يعقوب، يعني شيء الكل يفتخر فيه اللاعب عندكم. طيب انت شو تقول فرج؟ هذي سمعناه يعني من الجيل، ما لا ما عاشرنا ما لحقنا عليهم يلعبون، بس الكل كان يعني يتكلم باللاعبين القدام من ايام جاسم يعقوب. طيب فرج انت من تقول اسطوره البحرين؟ في ناس تقول احمد سلطان الله يطول بعمره صبح عليه بالخير، في ناس تقول تفضل علاء. شوف فرج. شوف بسعود، يمكن علاء قال طلال، طلال نعم يعني لاعب قدم وحق منتخب البحرين واحترف بالخارج وايضا قدم مستويات على مستوى عالي، لكن وجهه نظر بسعود اسطوره البحرين انا عندي احمد سلطان. احمد سلطان بالنسبه لي انا نعم، على اللي قدمه احمد سلطان انا اشوف ان حمود يعني هو اسطوره البحرين. هو يتكلم عن جيلنا المشكله، لا لا مو جيل كل لا لا يا علاء، انا قاعد اتكلم اسطوره البحرين، يعني الحين الناس تقول من أسطورة الأرجنتين؟ ناس تقول مارادونا ما تقول ميسي مثلا، في ناس تقول ميسي ما تقول مارادونا. يعني مثلا أنا أبو حسام محمود سلطان أنا ما عاشرته للأمانة، ما شفت لعبة يعني للأمانة، ما أقدر أقول لك شيء على أنا ما شفته. ليش أنا قلت لك حاليا في هاي الجيل يمكن بدر المطاعم؟ أنا ما لحقت على الكابتن جاسم يعقوب وهاي الأمور يعني للأمانة. دائما دبلوماسي. زين علاء بما أنك مهاجم ولا لعبت مع هذا ولا لعبت مع هذا ولا شفتهم، منو افضل انت كمهاجم، ماجد ولا سامي؟ ماجد عبد الله ولا سامي الجابر؟ والله انا ما يعني انا سامي اوكي شفته يلعب هاي، بس الكابتن ماجد عبد الله الامانه ما شفته يلعب هاي، بس اللي اسمعه يعني كان ملك المراوغات وهاي في هذا اللي هو الكابتن ماجد عبد الله يعني الامانه كنت اللي اسمعه يعني. اوكي يعني انت نصراوي كذي علاء؟ لا انا في السعوديه هلالي للامانه. ما عشان كذي يقول لك انا ماجد ماجد، فواضح ابو سعود ان هذا الحمد لله. شوف الحمد لله ربك دائما بينصر النصر، شوف الريال هلالي قال ماجد افضل من سامي الجابر، شوف الله دائما الله دائما بيخلي مبارك يعني في موقف صعب دائما. ملك المراوغات يعني والله اي يعني هذا المشهور عنه يعني انه هو الملك في الملاعب في السعوديه. بس جزاك الله خير فرج، شنو انت بتقول؟ انا بقول لك واضح يعني هو علاء قاعد يقول انا ما شفت ماجد ماجد، بيقول سامي يعني لانه واضحه لانه يعني بسعود يعني ما شفت ماجد بس قال ماجد مع انه ما شافه. شفت الريال شلون منصف ويبي ينصف النصر بسعود، حتى لو ما شافه يعني بعينه يعني بنت يعني اكيد قاعد تدخل وتشوف يعني من خلال البرامج والمباريات اللي قاعد نشوفها، ترى ماجد بسعود خيال. نعم. خيال بسعود اللي سواه يعني انا عندي من افضل المهاجمين بسعود يعني اسطوره. نعم. اسطوره. نعم. ماجد عبد الله يعني.